وعن صلاة بياتيت الكائليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الله بيسوك كاني سكة سبعة لسوي ما دام تشاهد تقالت سكة كيطو أما قدر الله يسوك كاني ما توين ولد شوقنا. واحد ربا أنا هلت المعنى بحيو قلت هيفقا يا باباني يا هبل وسير يا حي يا مدى العاقة نشري يا وحيا لها صورة خطورة وحكى الصاحب اللي قال اختي حكى الشيء لا يبقى قدره بربر بلار الصومالي كدعا ميرو بقى في الوشري انا وحن قبا عدة هالكاد الجنيد وانا نقع هاي نين تبرقوا الى هاي انبا وري الصومالي وقلت هذا دقنا هاي اد نهي سب هدلنا هذا الكبدر مالت يعني عن يرني سرينا ونسدينا إن شاء الله بحش وحي تهاي محيو ما تقبل كنا وحن لي هاي هريرها ودنا يقول مال لا تلخو دجال على وضع النقضي شيل هذا بدل بعدون ككل دعي برتاي ندجال نهي مركل لقدي ما يو أنا وحن قبعة وأنا نصيب بدل نهي إنت أنا نجا هين حاضر ويكبح هاي هذا الكاو حلو وجه ده نكون مركو هذا يو وحد كل سلاسة واقعية للصوم رئيس دوها على الكيو مارتي يسيف كروح بما تروح تتكون باكو بهد الماء الماء يلا وحد كل يا صاحب بيال مركي انه هذا انه هذا الكو هذا النقطة هذا القبيل ادو هفن هالنقطة وهي هي عد مركز سايسان اذا سايسان ما هو ورك كلية داون ميسو ادو كورن بالغة داون اياه نكي هذا يو هذا الكعك دس هذا اللسان اللي يادو والله نكى سقف كاس سكو بنبه لي بوه ورت هذا الكوهان موضوع هذا الكوي هذا الكوي كرساس سقف لنا دعيو معها وحيل 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 ما هو ضرب أو مش هو ضنا ما أنت إله سك كياني ترى هو حيو بعنت حكمة ضر وحيو بعنت الجنان وحيو بعنت سقوط نبه لي بوه ضر الله تليه وحيو بعنت إنا الله أرن ولا اسمع بقى مش يبي يجي ماذا حقول دو ما تي ثلاثة هي لنا وخلط أنا جاي جاب بلا بار وات وعصب هاي رنتي إن بدنا حوجا البان هاي إن بدنا كل يو مرحوم كي بنقول دواء هولا بدنا وصاق بناي أنا جو حن قبا وهو سكح الرغية وقالي أقويهن قلنا شيء قال يسجى بقى قلنا ليرد شبهير تا تاتكو يو ترادو إذا كاين كتمان وضيّاً لكن كو يعني مركب عواش كور لوجب بحه تلك الدعاء كل يرهد دعاء يجوا وعقاري دور كني وديك على جبهة كور الصقعة ودور كني نقاط تلو اللي بجيت ستة حضور وطلع ده ورا لقوا وروي طبعا وضي وهاي ماشي دوانا كثوران إن هذا ويجي لما أقوم معه ما أنت وفجر الله وما قدنا إذا وما مغنا ماشي ولا قدر يهاي وكل جاي وين وين الشوغنا كغو كغربة الشوغا وين لا الشوغا تلعب بعدة وحكمة كل السن وأنا هاي من دربان يري صورة هاي وآدي آد لوجا بيران دجو وأنا فشل كيرين وإنك الصعبة وهي خلاف كيرا يا إلى عليه ترى ده ما تلا ربو إلو قصة مثلا بس كرواتها وهم عصنا إياه دقدق دقدق ودقدق وقول بدل ما كيرو وري ثلاثة عصف في عنها اللوجة بحسد وحال الربا خوفك الساوي وقارو ربو أما قارو حقيا لولك هادكتو هدا أنا لقوا من سنة هي تهاد عص دعنا يا الله قمري أقدر تنم وده مدان يجي مدان يجي قاربا وضع وهم كل علينا يا وقت جوا كورن ودتكوا يرد عليهن وحن ربا ثلاث دنيا تجار كا نقول الله هالكادو هذا يقوى ثلاث تجار كي يقف يقول نصور هالكادر سكادو باشي هريرة هل يسكت هاجو هل يراه دم حاد محاد دنا أو دبا هل يراه دم وحاد دن تاه السياب يصعون يان هل يراه دم حكمة دي عقل بدن هلا قص سريعو باشا وهل ترى ما تولى شوية فشل مسف عنا هلو قب حسدو نمكنا عقل ضع وارد الله يسكفر فدير يا ثلاثة قبصة
odayadu waxa gudoomiyey gudoonka ilaayeen odayaasha dhaqanka gudoonka siiya aniga la barwana ana qaadanayaa ilaa gudoomiyey duceeyo qoladii dhow qoyaanka ay doorka aad leedahay qaata wani walabeetay shaniba beel ka dhacday hadhow la yiraado odayaaligu niman ismaaba nabaabiye waa mushkilad war qoliyeena inta badan soo shaqeynayadu ana magaalada aad ugu jiro dadka oo dhan ee dadkaydi saaraya waxaan codsanayaa dadka taladooda u daaya iyaga ha ka timaado waxa ay la yimaadaan oo yiraahda waa dantayo loogu duceeyo haday jab keento ay hadhow ay ku guul dareystaan si aan eeda inaga leeyno saari war waxa yeelaysaan insha Allah guul bay noqonaysaa waqtiguna waa isbedelaa war way waqti fiican baa muuqda waqtigaas si fiican ha looga faa'iideysto aqal gar ah la tuujiyo ninkii talaha iyo talakeen hal la yiraahdo qoladan gudida 33 ka waa mahadsan yihiin way soo shaqeeyeen khayr Allah siiyo laakiin waxaad moodaa xaaladu inta qotadeedu si fogtahay iyo sida ay u soo fududeen way kala fogtahay gudiyay bahasha tani ma aha 3 days wax ku dhamaan kara ma aha 5 casho wax ku dhamaan kara waa arin u baahan in aad looga fikiro waa arin u baahan in dadka oo dhan ka taliyaan waa arin u baahan in si sax ah oo miyir qabta gaariga loo kaxeeyo idinka laftigiina baashada nooca adduun xamuudayna yar dadajinaysaan hawl badanna waad qabateen culaysna waad isaaran yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhamaantiin khayr baad idin rajeynaya ilaahayna waxaynu ka baryeynaa sida sharafta iyo khayrku inoo ku jiro inuu ilaahay isaga qaadir yahay inoo kaxeeyo ilaahay idinkii ilaahay waxaynu ka baryeynaa khayr dhamaantiin inuu na siiyo ilaahay waxaynu ka baryeynaa abni iyo sharaf iyo gobnimo ilaahay waxaynu ka baryeynaa wixii bukaan u caafiyo ilaahay waxaynu ka baryeynaa wixii xanuunsan wixii dhintay inuu naxariisto xilliguna waaga xilliguna waa xilli dambe odayaashina way badan yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anigu talada ugu saxsan ee ugu fiican ee majority-gu aad qabtaan taasan anigu qaadan doonaa insha Allah salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.